البنات اللي كتعيشوا داخل الوطن. راه اخوتي حنا عايشين في المغرب، راه المغربي راه الا كان بعقله كيقلب على المراه قبل منه ب5 سنين، الا كان شويه العقل عنده ناقص شويه كيقلب عليها اصغر منه ب10 سنين. اما الا كان ميح يا سميح وحاس براسو بزاف ما عرفت شنو وشنو 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 وغلب عليه الاميه والجهل واشياء اخرى كيقلب عليها صغر منه ب20 طون، وهذا كنسميه انا ينتحر، كنسميه ينتحر. انا ما عمرني هضرت مع ماجده، دونك ماشي انت، دونك واحد اخر، كاين واحد يوسف تا هو كان كيهضر مع ماجده. قلت ليكم هذاك اللي كيقلب على مراه صغيره منه بزاف فهو كينتحر. ولكن انت يا اختي المراه اللي عليك كنهضر دابا الا كنتي كتفكري بانك راه ممكن تزوجي راجل صغر منك او لا قدك في اللاج وانتي بحال هذا البروفيل هذا اكلي ومرعى واللي تصنعه، فكتضحكي على راسك. الراجل اللي قدك ولا صغر منك كيقلب على مرا عندها دار عندها طوموبيل عندها خدمه عندها عائله ميسوره غيهزو الى طاح، فهمتي؟ يعني هادو هما الاشياء اللي خصك ديرهم في بالك. اما مرا بحال هاد السيده هادي وسمحوا لي بزاف وبالزربه نجيكم من الاخر، كانت كتحلم مسكينه وهي فايقه، خفت نقول لها فيقي وصدقت تلقاها في سروالها، اقسم بالله حلكم عليها بالله انا الا بقات فيا مسكينه. يلا يا اخواني يلا بلال معاش وقال لي كاينه طيب واش انا كيعيط لي الراجل اللي لاباس عليه ومسك مرا بغيت تبغيها تربية يعني يديه مسكين جيو تربيه هو تربيه هو وعائلته اقسم بالله الا كنعرف واحد راه مرتو كتربيه دابا هو وعائلته. وعليكم السلام ربيع الوردي. قلت ليك نفسي البهايم سخون نفسي البهايم اللي عنديك وعندينا مسخوطة هادي. المهم هذاك الراجل بغيتني شي رجال اللي كبارين في اللاج وتيقلب على بنت صغيرة، لانه ما عرفش انا شنو كان كيدير فاش حتى وصل داك اللاج، ما عرفتش واش كنعطي على لو مالي سكر خبز طالي، واش بحال شي واحد كيقول لك كنوجد راسي باش ما جيت حتى شي حاجه. وهذاك راه غلط اخويا، انا كنصحك اخي الرجل ما عمرك ما توجد للمراه، ما توجدش ليها، راه حنايا فواحد الدنيا كيحكمها الله سبحانه وتعالى. يعني ربي يقدر يعطيك دابا ونهار جيب لك مرا كلشي يمشي، واجيب مرا دير معاك، ماشي دير معاك بفلوسها ولا بخدمتها، دير معاك بالصبر، صبر معاك. راه مي امك راه صبروا مع با وباك حتى داروا الدار، حتى بريكه بريكه. كاين اللي مازال ما كملوش الدار، كاين دابا اللي هو تزوج ودار ولادو ودار دارو ووالديه مازالين ساكنين في الدار ديال البريك المخير فيهم ضرب على المرطوب، مازال ما داروش والديه الزليج، مازال ما داروش لي موزيك، مازال ما داروش البلاكارات في الكوزينه، هو راه شرا ابارتمون ديالو ومزوج وعنده ولادو، فهمتي؟ راه ديك امك اللي صبرات مع باك هي اللي خاصك تقلب عليها. انا بعدا كون كنت راجل وعندي 35 عام ولا 30 عام غنتزوج وحده قريبه ليا في اللاج تكون بيني وبينها 3 سنين 4 سنين ياك، ولا المهم انا ما نقلبش على وحده ضروري قريبه ليا في اللاج، ممكن تكون كبر مني كاع بعام ولا عامين، ونكون حاس بان ديك هي المره اللي غادي تزوج اللي غادي نزيد معاها لقدام ونعيش معاها مدى الحياه، وغنتكون ام ولادي. وهذيك السيده خاصها تبدا معايا من الزيرو، خاصها تصبر معايا، خاصها تاكل معايا الدق. الا كان داخله الطمع انتي تاكل معايا الدق. فين كان ابراهيم زعما من انا وياك ابراهيم؟ راه قبيله عيطت لك وجيتي وبقيتي كضحك عليا وتلاقيتي من هي مع السيده ودرتي لي خويا في عمره. اجي ابراهيم راه بغيتك، اجي راه مازال من مناش انا وياك. قلت لك اليوم غنديروا انا وياك الذنوب. مونيا دبري لي على ابراهيم قلبي عليه فين كاين، جدي لي كوجي. فانا كنصحك اختي المراه ملي تبغي تزوجي ما تبقايش حطي بحال هاد الشروط المكلخه اللي حطاتها الاخت نجات. هاد نجات هادي راه جاتني انا كانت كتحلم وهي فايقه كما قلت لكم. هاد السيده هادي بهاد المواصفات كتقول لي انها تتفرج في مهند، هادي موافقه تفرج في مهند. والبنات نزيدكم واحد النصيحه اخرى والله الا تنفعكم، حاضر برافو عليك، الحاضر يعلم الغايب. البنات نعطيكم واحد النصيحه اخرى، ما عمركي ما تقولي في لايف
اولا قدام الناس بغيت راجل ماشي من مدينتي، اول حاجه كيمشي لها العقل ديال دوك الناس اللي جالسين معاك، ولا داك الراجل اللي كيقر اللي كيرشحو ليك باش يتزوج بيك. ملي كتقولي بغيت راجل ما ساكنش في نفس المدينه اللي انا ساكنه فيها، هو بانك دايره شي منتف ولا شي فضيحه، ولا سيرتك مش حلوه يا حبيبتي. يعني يعني سلوكك ولا اسلوبك ما مزيانش، وخايفه داك الراجل يقولها ليه شي واحد. فما ديش ما تخافش، يجيني ولد جيران تزوج به، يجيني ولد عمي تزوج به.